زاوية ساخر سبيل مع الكاتب والصحفي الفتح جبرة، جاءت اليوم تحت عنوان أثبت يا عوض. استهل الفتح جبرة زاويته بالقول مما لا شك فيه أن التسجيلات السرية لاجتماعات القوم المغلقة التي تم بثها مؤخرا عبر قناة العربية بعنوان الأسرار الكبرى جماعة الإخوان قد كشفت الكثير من الحقائق عن طريق إدارة الدولة بواسطة ما يعرف بجماعة الجبهة الإسلامية. ولعل أبرز مشاهد الحلقة الثالثة هذه فضحا للقوم هو اجتماعهم السري المغلق بما يعرف بخلايا الظل، حيث أوضح الاجتماع صورا واضحة لهم تسهل عملية التعرف عليهم، إذ هم مشاركون فعليون في مذبحة القيادة العامة وفض الاعتصام. يواصل جبرة فيقول: ما دعا العبد لله لكتابة هذا المقال؟ هو بيان منسوب للبروفيسور عوض الحاج علي القيادي بالتنظيم المدحور عبر الوسائط الاجتماعية، يحاول فيه أن يتملص مما جاء في حديثه بذلك الاجتماع السري الذي كان يتم التباحث فيه عن طرق قمع ذلك الحراك. استمر جبرة فقال: يا أخي كان تسكو الساي، فالسكوت في هذه الحالات أجدى وأنفع للرجال. أما حكاية التملص والتخرت وقصة والله يا جماعة ما قاصد وانتوا فسرتوا الحكاية غلط، فهذا يندرج تحت باب العيب. ختم الفاتح جبرة هذه الزاوية وهو يقول: وأي خطب أكثر من أن تشارك وتتحدث في اجتماع مغلق مع خلايا مسلحة وأنت تخطط وتتآمر معها لقتل أبنائنا، واصفا إياهم بالصعاليك ومطالبا القتلة بألا تأخذهم بهم رأفة ولا تعاطف.